السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إصابة خمسة أشخاص في انفجار غاز بمنزل في بومرداس لو أول مرة تشوف القناة لا تنسى تفعيل الجرس على الكل علشان يوصلك مني كل جديد. أصيب خمسة أشخاص في حادث انفجار غاز المدينة بمنزل متكون من طابقين على مستوى حي أولاد القاضي ببلدية حمادي بولاية بومرداس وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية خلف الانفجار إصابة خمسة أشخاص حيث تم إسعافه. وان عمليه التدخل من قبل مصالح الحمايه المدنيه لا تزال متواصله في هذا الحادث والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه